كان فلو اليوم بعد الاهداف المباراه طريقه تاكس تيكس اين فاولس المباراه ولقاء سريع على هامش Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighs the person you are. Oh. بيسجل في الدقيقة 80 بقى ايه خد الكرة على لعبها خد الكرة بمهارة كوتينيو امامنا هنا اللي بيضع لمسة ولقطة جميلة جدا في اللقطة اللي فاتت امامنا ويسجل كوتينيو هدفه الدولي السادس القوي والحضور القوي ان شاء الله انطلاقة حلوة للبرازيل اللي بتلعب مباراة كبيرة الخامس جاي انا جابرييل انا لاعب مانشستر سيتي انا بتضعني كبديل انا اقدر اسجل واسجل امامنا هنا جابرييل جيسوس في هذه اللقطة لهدف